الصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. strings can be objects، ممكن السترنجات يا جماعة تكون objects، وده اللي احنا ان شاء الله بإذن الله بصدد شرحه في حلقة اليوم. عندي متغير واحد، المتغير ده سميته name واحد وحطيت فيه القيمة عالي، وبقول له document.write name واحد بيطلع لي القيمة عالي، ومن الواضح ان القيمة عالي ديت عبارة عن string. تمام كده، انا لو حطيت الكيورد ها وديت من ضمن الكيوردات اللي ان شاء الله بإذن الله راح نجي لها ونتكلم عنها ان شاء الله بإذن الله. لو كتبت كلمة طيب اوف عملت كنترول اس هيقول لي ده string. طيب اوف ده بيحدد النوع بتاع النص، وطبعا ده string لانه بين quotes. تمام كده جميل. نبدأ في حلقة اليوم. هو انا ممكن زي اعرف متغيرات على ان اعرف متغيرات string على ان object. دي تمشي ازاي؟ انا ناخد نفس السطر اللي فوق ده مع كنترول سي ونقوم السطرين دولت بس. تمام كده، ومش هنقول بنفس الطريقة، يعني مش هنقول var name واحد ونسند القيمة بشكل مباشر، لا هنحط حاجة تانية قبل ما نسند القيمة. تمام، الكلمة اللي هنحطها يا جماعة هي بتكون كلمة new، وده معناه ان انت راح تدرس object. حلو جميل، بعدين راح تستخدم constructor خاص بالstring. ها وخد بالك ان الكونستراكتور ده انا هكتب فيه اول حرف capital look، وانت عارف ان جافا سكريبت كيس سنسيتيف لمسألة الحرف الكابيتال والحرف السمول، فبيكون string. تمام، وما بين البرنتسيس هبتدي احط القيمه وهكتب برضو كلمه علي مثلا، وهاخد انا السطر الاخير ده وهعمل كنترول سي وهنشوف هو بيحاول يعمل ايه. بعد ما نصحيه هنقول مثلا ده هنخليه نيم 2 ونيم 2، ولو عملنا كنترول اس هتلاقي نفس السيناريو بتاع علي. الفرق يا جماعه ما بين الطريقتين ان هيبان خالص لو انا استخدمت تايب اوف. لو طيب اوف هنا عملت كنترول اس هيقول لك ده اوبجكت، بعكس طيب اوف اللي فوق لو انا نومت السطرين دول وصحيت السطرين اللي فوق عملت كنترول اس هيقول لي علي. بس اكتب طيب اوف واعمل كنترول اس هلاقي سترينج. يبقى تاني اهو، يبقى فوق يا جماعه كان النص من نوع سترينج، لكن تحت الوضع مختلف يا جماعه. صح، تحت الوضع مختلف، تحت الوضع من نوع اوبجكت. يبقى انا استخدمت الجمله نيو. تمام، الكيورد نيو ده علشان اقول لجافا سكريبت ان انا عايز اعمل اوبجكت جديد. جميل، بعد منه بشكل مباشر رحت حطيت كونستراكتور، وانت عارف ان الكونستراكتورز اول حرف بيكون فيها كابيتال لوك، زي بالظبط الكونستراكتور اللي اسمه ديت استخدمناه قبل كده. الكونستراكتور الثاني ديت سترينج حرف الاس فيه كابيتال لوك، وده بيقول لجافا سكريبت ان انا ناوي اعمل اوبجكت. الاوبجكت ده من نوع سترينج. تمام، بس هو اوبجكت هياخد الفانكشناليتي بتاعت السترينجز، وهنتكلم ان شاء الله باذن الله بشكل في سيريز من الحلقات عن السترينجز ان جافا سكريبت. فبالتالي نيم 2 ده يعتبر اوبجكت اتحط جوه منه النصوص سترينجز. ده بالنسبه لي ان السترينجز ممكن تكون اوبجكتس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.